مرحبا المتابعة ومتابعة مدونة فول لايف. في هذا الدرس الجديد الذي سنرى فيه طريقة ربط أدوات الذيس بمدونة بلوكر. فأدوات الذيس هي من الأدوات التي يمكنكم استعمالها والتي توفر العديد من الإضافات مثل الروابط المشتركة على الشبكة الاجتماعية، المحتوى المقترح أو المشابه إلى غير ذلك. فأول شيء سنقوم بالدخول لموقع الذيس.com. ثم سنقوم بتسجيل الدخول. يمكنكم استعمال جوجل، فيسبوك أو إيميل. فسأستعمل الإيميل، سأكتب هنا مثلا ثم كلمة المرور. أوكي. تم تسجيل الدخول كما تشاهدون. فهنا يطلب مني استعمال يعني ما أريد استعماله، فسنعود لهذا لاحقا. أول شيء سنقوم به هو أن نضيف كود يسمح بإظهار يعني هذه الأدوات، بربط هذه الأدوات ببلوجر. فهنا get the code تشاهدون، سأنسخ هذا الكود هنا رول سي. ثم سأذهب لبلوجر، سأنقر على المظهر ثم تحرير HTML وسأبحث عن body بطبيعة الحال واسم الإغلاق بسلاش، وفوقها هنا مباشرة سأقوم بإضافة الكود. سأقوم بحفظ التغييرات. الآن سنقوم بإضافة الأدوات التي نريد ظهورها، مثلا روابط المشاركة على الشبكات الاجتماعية. سأنقر هنا على Tools ثم Add a new tool. أوكي. وسأختار نوع مثلا Share Buttons. فستظهر هنا كما تشاهدون في الجانب. فيمكن أن أختار النوع مثلا Inline، تكون بهذا الشكل، أو expanding يعني تكون يتم إخفاؤها، وبمجرد المرور بفأرة الحاسوب تظهر هذه الروابط. أو يمكن كذلك اختيار image sharing، هذه تظهر على الصور. ثم pop up تظهر في نافذة، أنصحكم باستعمال pop up لأنها تكون مزعجة. ثم لدينا النوع الآخر هو bar، كما تشاهدون تظهر في الأعلى هنا share this page كما تشاهدون. فهناك الكثير من الأنواع. ثم sidebar هنا تظهر في الأسفل. فبطبيعة الحال يمكنكم القيام بالعديد من التجارب حتى تجدوا الشكل المناسب لمدونتكم أو موقعكم. يعني يمكنكم أن تجرب هذا الشكل لأسبوع، ثم هذا الشكل لأسبوع أو يومين أو 3 أيام أو يوم واحد حتى تجد الشكل المناسب. فأنا سأختار هذا التصميم الجانبي ثم أنقر على continue. وهنا تختار position بالنسبة للديسكتوب، يعني بالنسبة للموقع على الحاسوب، هل تريدها على اليسار أم على اليمين. مثلا بالنسبة للمواقع العربية يمكن اختارها على اليمين هناك كما تشاهدون. بالنسبة للموبايل يعني على الهواتف، هل تريدها في bottom يعني في الأسفل، أو في الأعلى، أو حتى إخفاؤها إن كنت لا تريد ظهورها على الهواتف. مثلا لنضعها bottom يعني في الأسفل كما تشاهدون، فهي تظهر على الهاتف هنا كما تشاهدون. لنعود للحاسوب. هنا بالنسبة لـ share counters، هل تريده individual يعني أن يتم إظهار عدد المشاركات، مثلا على تويتر يتم إظهار 5 فيسبوك مثلا، أو تريده total يعني إظهار عدد المشاركات كاملا هنا. ثم هنا social networks يعني كم عدد الأصدار التي تريد إظهارها،
يمكن أن تختار 4 مثلا. فأنتم تعرفون أن الشبكات الاجتماعية الأكثر استعمالا هي فيسبوك ثم تويتر ثم بنتريست وجوجل بلس بطبيعة الحال. فيمكن أن تختاروا أو select your own هنا لاختيار تلك التي تريدها. مثلا لا أريد إيميل، سأقوم بالنقر هنا بنتريست، سأقوم ب يكفي أن أضيف مثلا هنا لإضافة شبكة أخرى مثلا جوجل بلس. اوكي، وبالنسبة للترتيب فأنتم يمكنكم إنزال فيسبوك للأسفل بهذا الشكل، يكفي أن نقر بيمين فأرد الحاسوب ثم سحب الزر للأعلى أو للأسفل. يمكنكم كذلك القيام بتغييرات على الديزاين كما تشاهدون، يعني الشكل الذي تريده. هذا بالنسبة للموبايل، ميديوم سمول، هنا ستايل مودرن أو مودرن بوردرود، يعني يكون هناك فرق بين على أي هذه يعني تتعلق فقط بالتصميم، ويمكنكم التحكم فيها كما تشاء. هناك كذلك بالنسبة للايكون كولورز، هل تريدها بالأبيض أو بلاك إلى غير ذلك كما تشاهدون. يمكن أن تختاروا أي لون تريدونه، وايت. كذلك بالنسبة للتصميم هنا وايت ديفولت إلى غير ذلك، يمكنكم تجعله بسيط كما تشاهدون، لكن يجب أن نغير اللون مثلا جري كما تشاهدون. الآن أصبح بسيط. فهناك العديد من الخيارات تخص التصميم، سأنقر هنا على عودة. ثم هناك كذلك Advanced Options، ف Share Count Minimum، يمكنك أن تختار الحد الأدنى للمشاركات. كذلك إذا كنت تريد إخفاء هذه الأداة على صفحة محددة، يجب أن تضيف رابطها هنا. ثم هنا كذلك hide on home page لإخفاء الأداة على الصفحة الرئيسية. وهنا المزيد من responsive width، متى تريد أن تكون responsive انطلاقا من 979 بيكسلز، يمكنك أن تخفض أو تدوش من هذه القائمة. vertical effect label follow message، هنا كذلك يعني رسالة الشكر عندما يقوم شخص بمشاركة هذه أي موضوع، مثلا شكرا على المشاركة. وهنا بطبيعة الحال الرسالة الخاصة بالمتابعة، تابعنا. وهنا نقترح مثلا عليك، فهذا خاص ب المحتوى المقترح. فهذا كل ما يتعلق بالإعدادات. سنعود للصفحة لنقوم بحفظ Save and Continue. تمت إضافة كما قلت تولز هنا كما تشاهدون. هنا تمت إضافة شير بوتنز، يمكن إيقاف تشغيلها بهذا الزر هنا كما تشاهدون، ويمكن إعادتها مرة أخرى أيضا يطول شير بوتنز كما تشاهدون. ثم كونتينيو، سيف أند كونتينيو. فالآن أضفنا Share Buttons، فيعني بفتح المدونة سيتم إظهار هذه الأزرار على الجانب. هي دي كما تشاهدون. Plus يعني إذا أراد الزائر أن يشارك على شبكة اجتماعية أخرى. هذا هي الأداة الأولى. دعونا نشاهد أدوات أخرى، مثلا لدينا هنا Tools. لينك بروموشن مثلا، لنختار هنا related posts، فيعني المحتوى المقترح. سنقوم بإضافة أداة new tool ليكون مثلا related posts. هنا لديكم مجموعة من الخيارات، إظهار مربع هنا يعني مربع يتم إخفاؤه ببساطة بالنقر على زر، أو footer
يتم إظهار مجموعة من المشاركات تحت ال تحت ال الموضوع أو إنلاين في أسفل الصفحة كما تشاهدون هنا. فيمكنكم اختيار أي شكل تريدونه هنا، ثم Continue. اخترت هذا المربع، هنا تكتب العنوان، محتوى مثلا، أو لا تنسى قراءة، وهنا ستايل يمكنكم اختيار ستايل كذلك هنا، أين يجب إظهارها، على اليمين، على اليسار، إلى الرايت، إلى اليمين. ثم سنقوم بحفظ Save and Continue. الأداة الأخرى المهمة Add New Tool، هو Link Promotion، يعني إذا أردت أن تقوم بإشهار رابط محدد هنا، فأنتم تشاهدون هنا يعني تظهر نافذة تظهر فيها رسالة مثلا، فلدينا البوب أب، لدينا البار في الأعلى هنا، ثم سلايدر في الأسفل تشاهدون، فدعونا نختار البوب أب ثم كونتينيو. الرابط الذي تريد إشهاره مثلا www.fullfly.com، ثم تكست، سأكتب هنا مثلا هل تريد جلب الزيارات من جوجل. لدينا هنا نعم من فضلك، ثم لا شكرا. هنا لديك مجموعة من الخيارات بالنسبة للألوان، فأنت يمكنك أن تغير الألوان هنا، الخلفية إلى غير ذلك، فلك كامل الحرية في التحكم في التصميم وحجم الخط إلى غير ذلك. ثم سأعود، سأقوم بحفظ Save and Continue Tools، فلنقوم بتحديد الصفحة هنا. فكما تشاهدون ظهرت النافذة، فهنا هل تريد جلب الزيارات من جوجل؟ إذا نقر الزائر على لا شكرا سيتم إغلاق النافذة، وإذا نقر على نعم من فضلك فسيتم تحويله للرابط الذي قمنا بإضافته كما تشاهدون. فمن بين طرق استعمال هذه الأداة هو أن جمع الـ يعني زيادة عدد المشتركين عبر البريد، بحيث مثلا تقترح عليهم تحميل كتاب، وعندما ينقرون على نعم يتم إدخال البريد الإلكتروني لتحميل هذا الكتاب. على أي، هذه هي أهم الأدوات الموجودة في Add These Tools. لديكم مجموعة من الخيارات هنا: Related Posts, Follow Button, List Building, Link Promotion إلى غير ذلك. يمكنكم تجربتها واستعمال تلك التي تريدونها أو تناسبكم. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. لا تنسوا، أريد فقط أن أشير إلى أنه يمكنكم تتبع الإحصائيات Analytics من هنا Analytics. لاحقا يمكنكم أن تجدوا هنا عدد الزيارات، عدد المشاركات، المتابعين، عدد النقرات، ثم conversions بالنسبة للتحويلات إلى غير ذلك. فهذا يعني أنشأته للتو، لذلك لا تظهر فيه أي معلومات. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأراكم في درس آخر إن شاء الله.